هاي أصدقائي، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقتي أنخلة من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. Hola amigos, mis receta está lista en YouTube para ocasiones felices tarta de manzana y nuez preparada por la chef académica Eva. هاي أصدقائي، وصفتنا أصبحت جاهزة على اليوتيوب. إنها لمناسباتكم السعيدة. تارت التفاح بالجوز، إعداد الشيف الأكاديمي إيفا. وهكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، لذيذة وشهية، ويمكنكم تقديمها إلى ضيوفكم وفي مناسباتكم السعيدة. وليس هنالك أجمل من هذه المناسبة لإهديكم هذا التارت. ألف ألف مبروك للمنتخب السعودي. وقبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي ومتابعينا الكرام، ولكل من يرى فيديوهاتنا للمرة الأولى، نحن نسعد بتفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات، ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم، أي من خلال اللايك والشير وسبسكرايب لتصلكم جميع فيديوهاتنا أولا بأول. والآن أحبتي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة اللذيذة معي أنا الشيف إيفا. باموس. والآن إليكم المقادير. أولا مقادير عجينة التارت: 160 جرام طحين حلويات، 85 جرام سمنة حيواني أي زبدة حيواني، بيضة واحدة، رشة ملح، 100 جرام من السكر. مقادير الحشوة: 70 جرام جوز مطحون ناعم، 60 جرام سمنة حيواني، 50 جرام سكر، عدد 3 تفاح أخضر سيتم برشه بعد ذلك، نصف ليمونة أو بما يعادل ملعقة شاي من ملح الليمون، رشة من القرفة أي الدارسين. مقادير الشراب: نصف كأس من الماء، وكأس من السكر، ونصف ليمون حامض أو بما يعادل ملعقة شاي من ملح الليمون. ها هي مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. سأفتح البيضة هكذا، أضعها في الكاسة، بعد ذلك سأخذ الطحين وأعمل على نخله لإدخال أكبر كمية من الهواء بداخله، فهذه الخطوة مهمة جدا في عمل الحلويات. هكذا الآن سأضع رشة خفيفة من الملح فوق الطحين المنخول، الآن سأضع السكر 100 جرام، بعد ذلك سأضع الزبدة الحيواني بما يعادل 85 جرام. أولا أعمل على تفتيت الزبدة هكذا، ومن ثم خلطها مع الطحين والسكر. بعد ذلك سأعمل على خلط الزبدة الحيواني مع الطحين بواسطة أصابعي حتى تصبح كالرمل. هكذا Thank you.
الآن سأضع البيضة وأبدأ بالعجن. حتى تتكون معي عجينة متماسكة قابلة للفتح بعد ذلك. ها هي العجينة قد تماسكت معي. والآن سأغلف العجينة بالنايلون هكذا، وبعد ذلك سأضعها في الثلاجة لمدة ساعة كاملة لترتاح من يدي. هكذا يتم تغليفها. أترى؟ وهكذا تبدو العجينة بعدما أخرجتها من الثلاجة، أي بعد مرور ساعة. وضعتها على لوح خشبي. الآن سأرفع عنها النايلون هكذا، بعد ذلك سأحاول فتحها هكذا قليلا بواسطة الشوبك. هذا يكفي الآن. بعد ذلك سأرفع العجينة من على اللوح الخشبي هذا، أضعها جانبا. الآن سأرش اللوح الخشبي بذرات من الطحين هكذا، وأرجع العجينة على اللوح الخشبي مع مسحة خفيفة من الطحين، هذا لتسهيل عملية فتح العجينة لا أكثر. نفتح العجينة على شكل دائري لتتناسب مع قالب التارت هكذا. افعلوا كما أفعل أنا في الفيديو، ستكون الوصفة معكم ناجحة بنسبة 100%. وبعدما أكملت فتح العجينة سأخذ قالب التارت هذا وسأعمل على رشه هكذا بالزيت. وإن لم يكن متوفر لديكم رشاش الزيت هذا، بإمكانكم مسح القالب بقليل من الزبدة. الآن أرفع العجينة لأضعها داخل قالب التارت. في هذه الأثناء الفرن عندي ساخن، والآن وضعت العجينة هكذا في قالب التارت، أحاول تجميع أطرافها بهذا الشكل
بعد ذلك وبواسطة الشوبك هكذا نحصل على عجينة داخل القالب متماسكة. الآن وبواسطة الشوكة أعمل على تثقيب العجينة بهذا الشكل. لتكون عجينة هشة فيما بعد أي عندما تنضج بالفرن. قبل وضعها في الفرن سأضع الحمص هكذا وأعمل على تسويته داخل التارت بهذا الشكل. بعد ذلك سأضع صينية التارت هذه في الفرن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية، الرف الوسط والشعلتين، وعندما تبدأ أطراف التارت بأخذ اللون الذهبي الفاتح أخرجها من الفرن لنستمر. وأثناء تواجد التارت في الفرن سأجهز الحشوة. أخذت هذا القدر الصغير وضعته على النار. الآن سأضع بما يعادل 60 جرام من الزبدة الحيواني أو السمن الحيواني داخل القدر وعلى النار. بعد ذلك سأخذ حبات التفاح الأخضر الثلاثة وأقشرها هكذا. الآن وبعدما أصبحت الزبدة سائلة وساخنة في القدر سأضع السكر فوق الزبدة بعد ذلك سأقوم ببرش التفاح ناعما ولا ننسى تحريك الزبدة مع السكر ما بين الحين والآخر في القدر الصغير حتى يذوب السكر معنا تماما. ها هو ملح الليمون، سأضع بما يعادل ملعقة شاي، وإن لم يكن متوفر بإمكانكم وضع عصير نصف ليمونة. وسأتابع برش التفاح ناعما، وبعدما أنتهي من برش التفاح أضعه جانبا. الآن وبعدما ذاب السكر تماما في القدر ها هو أترون أصبح كالكراميل، سأضع فوقه الجوز
هكذا يبدو معنا. على أن تكون النار خفيفة، هذه أيضا ملاحظة. بعد ذلك سأضع مبروش التفاح هذا فوقهم، وأقلبهم مع بعضهم البعض هكذا. الآن سأضع القليل من الدارسين أو القرفة فوقهم، فهذا يعطيهم مذاق لذيذ جدا. ونعاود تحريكهم هكذا. أترون ما أجمل وما أجمل منظرهم وما ألذ طعمهم، رائحتهم لذيذة أيضا. والآن أخرجت قالب الترت من الفرن، والآن سأرفع الحمص عن الترت. نسينا قبل قليل أن أذكر لكم، قبل وضع الحمص على الترت نضع ورق الزبدة، وبعد ذلك نضع الحمص، هذه أيضا ملاحظة مهمة. سأضع الحمص جانبا فهذا نستخدمه كثقل فوق عجينة الترت. سأرجع عجينة الترت مرة أخرى للفرن حتى تأخذ لون ذهبي فاتح جدا، وبعد ذلك أخرجها من الفرن. والآن سنعمل على أعداد الشراب. هذا القدر الفارغ أخذته وضعت فيه قدح كامل من السكر، بعد ذلك سأضع بنفس القدح نص إلى منتصفه ماء. نحن الآن بحاجة أيضا إلى نصف ليمونة أو ملعقة صغيرة من ملح الليمون، نضعهم فوق خليط الماء مع السكر وعلى نار هادئة. والآن أخرجت التارت من الفرن، وضعته جانبا، ووضعت قبل قليل القليل من ملح الليمون على شراب الماء والسكر، وها هي حشوة التارت. سأوزعها على سطح الترت بهذا الشكل بالتساوي.
والآن سأأخذ الجوز على شكل أنصاف، نصف نصف جوزة، أضعها في الشراب هكذا لتتشرب الحلو، الشراب الحلو. بعد ذلك أقلبها بواسطة الملعقة هكذا، الشراب ما زال ساخنا طبعا. بعد ذلك سأخرج الجوز وأعمل على ترتيبه على شكل دائري داخل قالب التارت هكذا بهذه الصورة، ونستمر حتى نكون من الجوز طبقة كاملة فوق التارت. بعد ذلك وبواسطة الملعقة أعمل على توزيع الشراب فوق التارت. بعد ذلك سأدخلها إلى الفرن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية، الرف الوسط، الشعلتين. انتبهوا إلى درجة حرارة أفرانكم. نخرجها من الفرن عندما تأخذ اللون الذهبي الجميل، أي عندما تنضج. وها هو قالب التارت، أخرجته من الفرن، أترون أخذ لون ذهبي جميل ورائحته تملأ المكان، ما ألذها. وقبل تقديمها بشكلها النهائي أضع الشراب فوقها بهذا الشكل. بعد ذلك بإمكاننا تقطيعها وتوزيعها في أطباق التقديم مع كوب من الشاي أو القهوة الساخنة، وبألف صحة وعافية. هذا تكون وصفتنا لهذا اليوم، تارت التفاح بالجوز قد أصبحت جاهزة. أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم متابعي قناتنا الكرام. ولكل من يرى فيديوهاتنا للمرة الأولى، يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. وإن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل، اتركوه لنا في التعليقات أسفل هذا الفيديو. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أحبكم كثيرا وأديوس.